الرحمن الرحيم. أحد المجاهدين لواء أبدال الشام يقوم بالرباط على الخط الأول في قرية بسيمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي المجاهد، شو الوضع على خط الجبهة بقرية بسيمة؟ الحمد لله الأمور بخير، يعني ما في تحركات بسيطة، يعني تجسيم وعساكر، يعني محل حواجز مفروزين منتشرين، يعني فتشوا السيارات، المرأة طالعة تبع المدنيين، وما في يعني الحمد لله اي تحرك او اي رد يعني علينا او اي شيء ابدا ابدا. يعني ما في اي تقدم للجيش باتجاه القرية؟ لا لا الحمد لله ما في اي تقدم ابدا ابدا، والشباب باذن الله المجاهدين جاهزين وعم يتصدوا له باي دقيقه وباي لحظه، عم نستناه باذن الله وما راح نخليه يفوت باذن الله من هون ابدا ابدا، طول ما انه فينا نفس عم يطلع وينزل.